العرب او مع 8 فلسطيني، وليه الناس بيجوا غريبه واخدين من حتات ثانيه. الناس الحرب والاستيك في المرغانيه ما من الناس الحزمين، الناس جو من خارج مرسمين كده زي الناس بتاع الدكتور بيستعملوا الكدمور ده، والناس اللي هناك برضه اللي عملوا المساله دي برضه نفس المنهج. يعني الجسم اللي بيحرك الناس ده جسم واحد، تفكير واحد، تخطيط واحد، منهج واحد. داري في كل مستوى من الاحياء او حي بيكون في لجان تلقى لجنه امنيه عديل كده، ويا اخوانا ده فيه عجب، لا فيه جاسوسيه، لا فيه كذا لا كذا، لانه انت بتحمي امه مسلمه من زول متفلت. هذه النشرة